ورجعنا لكم تاني، والمره دي زي ما قلت لكم دايما بنحب نتكلم عن كل التفاصيل. يعني كنا من شويه بنتكلم عن الصحه النفسيه وازاي نخلي بالنا من صحتنا النفسيه، دلوقتي بقى هنتكلم ازاي نخلي بالنا من شكلنا. وعلى فكره دي برضو حاجه من الحاجات اللي بتحسن جدا جدا الصحه النفسيه، لما اكون مهتمه ببشرتي، لما اكون مهتمه باكلي، لما اكون مهتمه بشعري، لان ده جزء من جمالي وجزء كمان من الحاجات اللي بتخلينا رايقين البال كده. وكل حلقه وهفضل اقولها طول الوقت لصحابي في الحلقات وعلى ارض الواقع كمان، ان تاج البنت هو شعرها. عشان كده النهارده هنتكلم عن الشعر، ازاي اهتم بشعري، ازاي اخلي شعري لو هو بيتساقط او عامه لو انا مضطر اعمله كتير او اصبغه كتير او كده ما يتدمرش الى النهايه. كل ده هنتكلم فيه مع خبيره التجميل والتغذيه استاذه شيرين محمد، وكمان معانا النهارده هند كمال هتكلمنا اكتر عن تجربتها مع استخدام المنتجات. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اخبارك ايه؟ الحمد لله. اهلا بيكي هند، اخبارك ايه؟ حضرتك تمام؟ طبعا انت المره فاتت قلتي لي ان انت عامله لي مفاجاه النهارده، انا ما بنساش خلي بالك. أيوة. يعني انا اقول لي عامله لك مفاجاه بستناها، فعايزه ابدا الحلقه بالمفاجاه. ابدا احنا النهارده معانا مفاجاه يا جماعه، ضيف جديد انضم للمجموعه وهو سيرم الورا. احنا حاسين ان احنا محتاجين ندي المجموعه ترطيب اضافي، فقلنا نعمل سيرم يفيد البنات اكتر، يديهم ترطيب اكتر، يديهم لمعه حلوه للشعر. داخلين بقى على الشتاء، البنات اللي بتنسى مثلا او مش قادره تغسل شعرها او مش قادره تستخدم الهير ماسك، السيرم ده هيكون بديل فوري وسريع جدا للمعان وترطيب حلو قوي قوي للشعر. هايل. بس عايزين بس نفكر مشاهدينا عشان الناس اللي ما اتفرجتش الحلقه اللي فاتت، منتجات الورا هي منتجات فيها شامبو كونديشنر وهير ماسك، وكمان هم زودوا عليها الهير سيرم، ودي منتجات طبيه عشان الناس برضو اللي عندها مشاكل في القشره، الناس اللي عندها شعرها بتساقط عامه. تمام. بفكرهم بس عشان أيوة. ما يتفاجئوش بالمفاجاه مره واحده. ايوه تمام. بس احنا دي زي ما انت قلتي كده المجموعه بتاعتنا وضمينا السيرم. طب هند قولي لي انت عرفتي الورا عن طريق ايه؟ هو انا كنت بتفرج على التلفزيون شفت الاعلان، فاللي شدني اكتر الموضوع لما لقيت ريفيوهات العملاء قبل وبعد، فقررت ان انا اتصل. بصراحه لقيت الدكتوره بنفسها بترد عليا وفضلت تتابعني لحد ما المنتج وصل لي. طب انت كانت يعني انت كان ايه المشكله اللي انت بتعاني منها في شعرك؟ لا يعتبر كل حاجه، يعني كان شعري بيقع، كان عندي تقصيف، وكان عندي شعري ناشف دايما، فاتصلت بيهم وقلت لهم المشاكل اللي عندي، فراحت هي مرشحه لي ان انا اخد المجموعه كامله، والمنتج جالي وبدات استخدمه. تستخدمي الورا بقالك وقت قد ايه؟ يعني كده بقالي شهرين. شهرين؟ طب ده حلو قوي. شهرين النتيجه بتظهر على طول ولا يعني بتظهر بعد شهرين ولا ديورنج الشهرين؟ خلال الشهرين بتظهر؟ بصي هو المجموعه من اول اسبوع انت بتبداي تحسي ان في حاجه حلوه في شعرك، في لمعان حلو، النشفان اهم حاجه. بالظبط كده. والجفاف بقى، ما احنا داخلين على فصل الشتاء، تبداي تلاحظي كده ان في نعومه ولمعه حلوه في الشعر. بس لو عندك بقى مشكله فعليه، تساقط قشره، تقصف، مع اول شهر بتبدا المشكله دي تروح. طب شيرين ممكن تقولي لي منتجات الورا جواها ايه؟ تمام. يعني ايه الانجريدينتس بتاعتها؟ طيب المكونات. احنا اول حاجه زي ما انت كده قلتي ان المجموعه معانا عباره عن شامبو وبلسم وهير ماسك، والضيف الجديد معانا اللي هو السيروم. المجموعه دي طبيعيه 100% وامنه على اي شعر. تمام. انا بشوفها مناسبه من اول سن 4 سنين. انا ليه بقول امنه ومناسبه؟ يعني ينفع للاطفال كمان. مظبوط. امنه ومناسبه معناها انها حاجه طبيعيه. اغلب المنتجات العنايه بالشعر الموجوده في الصيدليه او في الاسواق موجود فيها صلفيت، سيليكون، مواد حافظة علشان تديكي رغوة وريحة. صح. وطبعا الحاجات دي كلها بتدمر الشعر، وانا جايبة برودكت علشان اعالج شعري، لا انا للأسف اكتشفت ان هو بيزود المشكلة. صح. او مش بيعالجها، بيخليها. صح. زي ما هي. لكن انا المجموعة بتاعتي لو انا عندي مشكلة فعلية، لانها امنة وما فيهاش مواد كيميائية خالص، بتبدأ انها تعالج لي شعري. وكمان المجموعة فيها عناصر طبيعية اضافية بقى مزودينها في المجموعة علشان تحسن لي بقى شعري، تعالج الجفاف، تعالج التقصف، زي مثلا البانسينول. البانسينول ده مهم جدا وبيرطب سواء الشعر او البشرة. فاحنا دخلناه في المجموعة علشان الترطيب، والبنات اللي شعرها هايش واللي شعرها متقصف. حاجة كمان بروتين جنين القمح، وده مفيد جدا للشعر. فيتامين د، وهو من الفيتامينات المفيدة جدا جدا ومهمة سواء للشعر او للبشرة او للعظم او لصحة جسمنا بشكل عام. فاحنا دخلناه في مكونات المجموعة. حاجة كمان برضو مهمة جدا من مكونات المجموعة، وهي نبتة ديل الحصان، لان دي بتعالج التساقط بشكل كبير جدا. يعني لو انت عندك تساقط للشعر، هي بتوقف تماما التساقط وبتساعد اكتر بقى ان في بيبي هير يبدا يطلع والبصيلات تبقى اقوى، فبالتالي انت عالجتي مشكله التساقط. مظبوط كده. طيب عايزه اسالك سؤال، ايه اكتر منتج في منتجات الورا حسيتيه فعلا فرق معاكي يا هند؟ هير ماسك والسيروم الجديد عجبني قوي بصراحه. والهير ماسك يعني فرق معاكي في ايه بالظبط؟ من ناحيه برضو الترطيب والتقصيف، حسيت ان هو فرق معايا. يعني الترطيب من اول اسبوع بصراحه كان مظبط الدنيا معايا، التقصيف بقى من اول شهر كان اختفى.
اختفى خالص. طب حلو قوي شيرين، لو حد حابب يتواصل معاكوا يتواصل عن طريق صفحه الفيسبوك. تمام اه معانا اهي دلوقتي على الشاشه. طبعا اول حاجه الفيسبوك. من خلال الارقام اللي هتظهر قدامنا على الشاشه او من خلال صفحتنا على الفيسبوك او على الانستجرام تقدروا تتواصلوا معانا بالطريقه اللي تريحكم. دايما بقول ان اللي بيرد عليكم يا جماعه مش خدمه عملاء، مش كول سنتر، لا ده فريق طبي متخصص ودكاتره متخصصين. ودي صفحه الانستجرام اهي موجوده برده. تمام يعني لو انت عندك اي مشكله قلقانه من حاجه ماشيه على روتين غلط وعاوزه تطمني تقدري انت تتواصلي مع الارقام لحد ما بيبداوا ان هم يوجهوكي ويتعاملوا ويتكلموا معاكي ويطمنوكي. وصلت كمان المجموعه بنبدا نتواصل معاكي بعد ما بتوصلك المجموعه، تستخدمي الشامبو قد ايه، الهير ماسك قد ايه، وحتى بعد يعني بعد شهر او اتنين بناخد منك بقى الفيدباك من استخدام المنتج. يعني حد متخصص اللي بيرد مزبوط. علينا لما بنتكلم سواء أكيد. على ارقام التليفون اللي ظاهره على الشاشه او على الصفحات اللي ظاهره على الشاشه برده. تمام حلو قوي. طيب قولي لي في عروض موجوده؟ تمام احنا النهارده عاملين عرض حلو جدا على المجموعه كامله اللي هي الشامبو والبلسم والهير ماسك والسيروم الضيف الجديد معانا. اللي هياخد المجموعه كامله ليه خصم 30% يا جماعه. ولو اخدنا مجموعتين عرض الصحاب الحلو بقى اللي بيناسبك انت وبنوتك، انت وصاحبتك، انت واختك، بناخد خصم 30% وكمان شحن مجاني لاي محافظه في مصر. وانا بقول ناخد المجموعه كامله علشان نستفاد اكبر قدر من الافاده. الشامبو هيغسل لك فروه راسك بطريقه امنه، البلسم هيطري لك الاطراف، والهير ماسك ده بنستخدمه مرتين في الاسبوع ترطيب اضافي لشعري، والسيروم بقى ده حاجه تحفه وانا بالنسبه لي انا حبيته جدا ان هو فيه خلاصه الروزماري والقرفه وكمان القرنفل اللي بيقوي الشعر وبيديله لمعه حلوه قوي. يعني لو انت مستعجله لو انت ما لحقتيش تستخدمي الهير ماسك بتوزعي السيروم كده على شعرك بيديكي لمعه حلوه جدا. طب حلو قوي. طب عايزه اسالك سؤال، ينفع الحوامل والمرضعات يستخدموه عادي؟ تمام اه طالما هي حاجه امنه يعني بتناسب من سن الاطفال، بتناسب الحوامل، بتناسب فتره الرضاعه، حاجه امنه، فانا ما فيش اي ضرر او اي مشكله ان انا استخدمها على شعر. احنا معانا على الشاشه برده دلوقتي اهو ده شعر قبل. تمام بتستخدم السيروم دلوقتي السيروم أهو. اوكي شوفي بقى النتيجه قد ايه، اللمعان في ثانيه تحفه بصراحه. لا اللمعان حلو جدا زي ما قلت لك كده، في القرنفل وفي الروزماري وفي القرفه، فمواد طبيعيه. السير اغلب كمان السيرومات بتبقى تقيله على الشعر، هو خفيف لا ده جداً. خفيف على الشعر خفيف جدا على الشعر. السيروم ده انا مش بغسله، لا مش بحطه عادي خلاص. وحتى لو عايز اعمل سشوار ممكن احطه كحمايه للشعر قبل ما اعمل شعري. يعني مظبوط هند انا قلت لها النهارده انا عايزاكي تغسلي شعرك وتيجي من غير ما تحطي اي حاجه خالص، فقالت لي انا ما حطيتش السيروم قبل ما اجي، فقلت لها تبقى فرصه حلوه ان احنا نحط السيروم مع بعض دلوقتي على الهوا. يا ريت استخدمي السيروم بقى بنفسك. تمام انت كده قد ايه قوامه خفيف جدا وريحته بس عايز اقول لك مش بيلزق خالص. خلينا واحده واحده ودي نقطتين كمان عشان بس نشوف. يعني كده انت حطيتي السيروم على ايدك عادي، شوفي اللمعه قد ايه حلوه والشعرايه كمان. بصي هيفرق قد ايه دلوقتي اول ما تحطه على شعره، شايفه هتبدا فيه لمعه حلوه ومش بيدهلن ومش بيلزق. بحط على الاطراف من تحت عادي وينفع من فوق كمان ومثلا يعني الجدور. لو على القصه كده يعني مش الجدور برده، القصه اللي نازله عشان ما يلزقش الشعر بالظبط كده صح كده. القصه بتوزع السيروم هي، شايفه قد ايه في لمعه حلوه بمجرد ما حطت فيه لمعه حلوه في ريحه كمان حلوه، اديتك نتيجه فوريه بمجرد ما استخدمتيه. فانا بشوفه بديل حلو قوي مثلا انا نسيت النهارده استخدم الهير ماسك، ما استخدمتش، ما غسلتش شعري عشان الجو كان ساقع ونمت بسرعه، فانا الصبح عايز انزل. طب عندي سؤال، الهير ماسك ده انا بستخدمه يوميا؟ لا الهير ماسك مش يوميا، الهير ماسك انا الشامبو والبلسم انا بغسل بيهم شعري مرتين بس في الاسبوع مش اكتر من كده، والهير ماسك انا برضو بستخدمه من مره لمرتين في الاسبوع على حسب شعري. لو انا شعري جاف انا بحطه مرتين في الاسبوع، لو انا شعري دهني بكتفي بمره. بحطه على شعري مبلول، باخد كمية مناسبة بوزعه على شعري بالكامل وبسيبه حوالي 30 دقيقة، بلبس اي بونيه او اي كاب، بعد 30 دقيقة بشطفه بمية فترة. نتيجة حلوة بقى جدا، اصلا وانت بتغسلي شعرك انت شايفة نتيجة حلوة وانت بتغسليه، يعني عامل في ايدك كده بصي زي الحرير وانت بتغسليه. فبجد المجموعة حلوة قوي قوي يا جماعة، عايزين نستفيد بيها، شامبو والبلسم والهير ماسك والسيروم. وزي ما قلت لكم كده احنا النهارده بنقدم عرض حلو قوي، لو اخدنا المجموعه كامله لينا خصم 30%، ولو اخدنا مجموعتين انت بقى انت وبنتك بتستخدموا منتجات كتير وانت وجوزك وانت وابنك، فدلوقتي
دلوقتي في منتجات كتير بقت في البيت، احنا هنجيب مجموعتين بتناسب كل افراد الاسره بخصم 30% وشحن مجاني لاي محافظه في مصر. طب عندي عندي سؤال تاني، ينفع الرجاله تستخدموا عادي؟ ايوه طبعا ما فيش اي مشكله، عشان برضو في رجاله بيكون عندها زي قشره في فروه راسها وكده. أيوة عادي، هي العنايه او الاهتمام مش راجل ومش ست، لا الاهتمام عامه. مظبوط. اللي في كمان شباب بتحط جل وحاجات على شعرها بتدمر شعرها، بتوقعه كمان بتنشفه اكتر. مظبوط. وناشف داخلين على الشتاء مثلا وهو لابس مثلا تلاقي في قشره كده على الهدوم فتلاقيه قاعد محرج. لا، المجموعه امنه مناسبه لكل الافراد، هتساعدك اكتر انها تتخلص من القشره وتخلصك كمان من الجفاف. ده دي هنا دي طفله صوره قبل وبعد. مظبوط. انا حاسه كمان مبسوطه جدا من نتائج انا كمان، عشان بحس ان عيني الامهات الصبح بتبقى متبهدله. أيوة. خصوصا مع الاطفال اللي شعرها ما بيكونش سهل. وكمان لما بتشوفي ضحكه البنوته وهي الله انا مبسوطه انا رايحه مدرسه شكله ناعم زي اصدقائي في المدرسه. صح، دي صوره قبل وبعد. النتيجه حلوه قوي. ممكن نشوف صور تانية. برضه هنا بنوته كانت بتعاني من تقصف في الشعر والهيشان، هنا بعد استخدام الهير ماسك تحديدا والسيروم فرقت كمان قوي في الاطراف، في اطراف الشعر. تمام. لا هنا فرقه جدا فعلا. طب عايز اسالك سؤال تاني، لو انا مثلا دلوقتي خلاص استخدمت منتجات الورا شهرين تمام وخلاص حابه اني اوقف، هل ده هيعمل تساقط لشعري او شعري هيرجع يقع تاني او القشره تظهر فيه تاني؟ بصي انا دايما بقول اي حاجه حلوه في حياتنا او روتين كويس في حياتنا ده خلاص بيبقى العمر كله. ما ينفعش ابقى بلعب رياضه واوقف، ما ينفعش ابقى باكل اكل صحي واوقف، طب ما انا وزني هيزيد. نفس الكلام الاعتناء بالشعر، انا دلوقتي بستخدم مجموعه الورا وهي ما فيهاش مواد كيميائيه، فيها عناصر ترطيبيه، خلاص انا شعري بغسله بطريقه امنه وبستخدم كل العناصر اللي بتديني ترطيب لشعري. فجاه انا وقفت استخدمت اي شامبو تاني، طب ما الشامبو اللي انا استخدمته ده ممكن يكون فيه سلفيت فنرجع تاني فروه راسي تجف. طالما فروه راسي جفت يبقى القشره هتيجي قشره تساقط عشان تقصف، رجعت لي كل المشاكل تاني اللي انا عماله بحارب ان انا اوقفها وان انا اعالجها. فانا الروتين هو ليه اسمه روتين؟ زي ما انت كده بتصحي من النوم تشربي قهوتك تحضري فطارك بتشوفي شقتك بتشوفي شغلك بتشوفي ولادك، نفس الكلام هو روتين العنايه بالشعر او البشره، هو اهتمام ملهوش وقت ملهوش زمن. صح. الوقت هو للعلاج، انا شعري دلوقتي في تقصف شديد وفي تساقط، هاكل كويس هاخد بالي من حالتي النفسيه، هوقف صبغه هوقف حراره هاخد الفيتامين بتاعتي وبعد كده هستخدم الورا. الدنيا ظبطت بقت شكلها حلو شعري بقى شكله حلو، مش هوقف بقى خلاص انا كده بلاش ادويه مثلا بلاش فيتامين، استمر بقى على روتين حياه بشكل طبيعي، اكل صحي واستخدام المنتجات. دي الفيدباك بتاعت العملاء بتاعتكم، انا شايفه قلوب وكلام حلو. كانت هند واحده من العملاء الحلوين اللي تواصلوا معانا برضو. انا على طول في اي حاجه مثلا حتى لما اجي اشتري حاجه اقول خدمه ما بعد البيع. أكيد. دي اهم حاجه بالنسبه لي. أكيد. اللي هو الاقي حد مثلا لا قدر الله ده ما نفعش معايا، انا مثلا في حاجه حصلت لي في اي مشكلة حاجه مش عارفه تستخدمي ازاي بالظبط، الاقي في انسان بيرد عليا بيفهمني اعمل ايه او ما اعملش ايه مش عاجبني ايا كان، الاقي في ناس بترد بالظبط، واللي بيرد كمان متخصص. اكتر متخصص يا جماعه، مش مجرد خدمه عملاء، بيتواصلوا معاك وبيف كمان. انت ممكن بعد ما تاخدي المجموعه يبقى عندك تساؤل معين، مش فاهمه تعملي ايه، في حاجه معينه عايزه تسالي عنها، بنكمل برده معاكي بنتواصل معاكي بنشرح لك كل حاجه وكمان لحد ما توصلي للنتيجه اللي انت حباها. صح كده، هو ده بيكون احسن حاجه. طب هند قولي لي، انت لسه بتستخدمي المنتجات؟ ما زلت طبعا. بتستخدميها كل قد ايه بقى؟ لا هو بصي حسب، يعني الشامبو ممكن استخدمه مره في الاسبوع مرتين كده، لكن السيرم بستخدمه الصبح وبالليل باخده كل يوم. ايوه ما عادي احنا مفيش مشكله، مش بيلزق خالص، مش بيلزق الشعر فعلا. حطيته قدامكم. طب حتى لو انت عامله شعرك ممكن تحطيه عادي وما يلزقش ولا لا؟ مش هيلزق خالص لان هو خفيف جدا على الشعر وبيدي لمعه حلوه. يعني. لا مش تقيل. انا هجربه بصراحه. احنا بنحط منه نقطه او نقطتين بالظبط يعني عارفه بنحطه على شعرنا كده يدينا لمعه حلوه. احنا هو مش زيت، مش زيت بنقعد بقى نعمل له مساج لفروه الراس. انا اقصد كده. لا لا هو مش زيت، الزيت هو اللي بنقعد بقى نعمل له مساج لفروه الراس او كده، لا ده هو نقطتين سيروم تدي لمعه لشعرك بيبقى شكله حلو كده ويهدي لو فيها هيشان او لو انت أو مثلا هير او كده. صح، نسيتي تستخدمي الهير ماسك او الميعاد بتاع الروتين بتاعك الهير ماسك امبارح وانت لا نمتي بسرعه في اي ما الصبح عايزه تدي شعرك لمعان كده قبل ما تنزلي، يبقى هو السيروم ساعتها هينقذ الموقف على طول. طيب انا عايزه برضو ارجع افكر حضراتكم ان ارقام التواصل موجوده على الشاشه وصفحات الفيسبوك وانستجرام والويب سايت بتاعه الورا موجوده لاي حد يحب ان هو يعمل اوردر لاي حاجه، هم بيردوا على صفحات الفيسبوك وانستجرام والويب سايت اهو دلوقتي ظهروا على الشاشه. تمام. وانا بتكلم وارقام التليفون. طيب ممكن بقى تقولي لي قبل ما انهي الفقره على العروض
طيب تمام، احنا قلنا النهارده احنا معانا مجموعه الورا شامبو وبلسم وهير ماسك وسيرم، المجموعه كامله هتديكي بجد اعلى ترطيب وهتعالج لك التقصف والتساقط والهيشان، فانا حابه ان احنا نستفاد بالمجموعه كامله علشان ناخد اكبر قدر من الافاده. لو اخدنا المجموعه كامله لينا خصم 30%، وهي اصلا سعرها انتوا نفسكم لما تتصلوا هتتفاجئوا من السعر، يعني عارفه تمن المره الواحده اللي انت بتروحي تعملي فيها شعرك عند الكوافير هي تقريبا اقل من تمن المره دي. دي اهم حاجه يعني الاقتصادي كمان، باضافه الخصم ال 30%، وكمان عرض الصحاب بقى لو انت وبنتك، انت وصاحبتك، انت واختك، اخذنا المجموعتين بقى مع بعض لينا خصم 30%، وكمان شحن مجاني لاي محافظه في مصر. انا بجد عايزاكم تثقوا وتتصلوا، حتى لو انت مش عايزه تاخدي المجموعه النهارده، يعني انا دلوقتي لا انا مش حابه ان انا اخدها دلوقتي، ممكن اول الشهر لما اقبض، اتصلي اتكلمي مع الدكاتره، لو انت عندك اي مشكله عامله لك ازعاج مسببه لك توتر اتكلمي معاهم، هم بجد هيطمنوكي، هيقولوا لك الروتين الصح اللي تمشي عليه، هيدوكي كده الخلاصه بتاعت انت بقالك 4-5 سنين بتجربي منتجات هنا وبتجربي وصفات هنا، هم هيدوكي الخلاص بقى انت جايه لهم مستويه. انا عارفه جربت كتير منتجات، طول النهار اعلانات على الفيسبوك، بينزل لك اعلانات وداعا للتساقط وداعا للقشره وداعا للهيشان، بس بجد انا عايزاكي تثقي وتستخدمي مجموعه الورا وتمشي معانا لمده شهر، ويا ستي بعد شهر لو ما جابش نتيجه احنا يعني ممكن نرجع لك فلوسك تاني لو انت حاسه ان انت ما فيش نتيجه مع الورا، بس انا متاكده 100% وواثقه ان مع مجموعه الورا هتحصلي بجد على افضل نتيجه لشعرك. شيرين انا بشكرك جدا. شكرا يا فرح. جدا يا هند، بشكر حضراتكم جدا، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفقره، وزي ما قلت لكم اهم حاجه تكونوا بتهتموا بنفسكم نفسيا جسديا مظهريا شعر بشره كل حاجه، لانه في الاول وفي الاخر دي حاجات كستات بتخلينا مبسوطين، وكرجاله لازم اكيد برضو تهتموا بنفسكم. اشوفكم الاثنين الجايين.